سيطر جيش الإسلام على مواقع عدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عقب اشتباكات مع قوات النظام والميليشيات المساندة لها أوقعت 15 قتيلا للأخيرة. وأعلن جيش الإسلام تدمير عربة بي إم بي ومقتل طاقمها إضافة لتدمير دبابة، فيما كثفت مروحيات النظام قصفها على المنطقة بالبراميل المتفجرة على محيط بلدتي حرزمة والبحارية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون. مازن، ما هي آخر التطورات على جبهات المرج بالغوطة الشرقية؟ نعم، مساء الخير. يعني منذ قليل الاشتباكات كانت عنيفة جدا، وخاصة على أطراف بلدتي جسرين والمحمدية، بالتزامن مع سقوط أكثر من 7 صواريخ صواريخ ارض على المنطقه او منطقه الاشتباك، بالاضافه لقصف عنيف جدا بالمدفعيه الثقيله والذي لم يهدأ منذ الصباح وحتى عصر اليوم. طبعا بالنسبه لجبهه البحاريه، ايضا قوات النظام تحاول اقتحام المنطقه بكافه انواع الاسلحه تحت غطاء ناري من القصف بصواريخ الارض والمدفعيه الثقيله. حقيقه النظام استطاع التقدم باتجاه جهة بلدة البحارية، لكن الثوار لا زالوا صامدين ويحاولون منعهم من التقدم، وخاصة على هذه الجبهة الواقعة شرق الغوطة الشرقية. نعم، طيب مازن، ما المناطق التي استعادها الثوار في الغوطة الشرقية؟ يعني حقيقة النظام الآن يصعد يعني في الغوطتين وليس في الغوطة الشرقية فقط، يعني إن كان في دارية أو حتى في الغوطة الشرقية الثوار حتى الآن لم يستعيدوا أي نقطة، لكن النظام هو الذي يشن هجوم شرس من كافة محاور الغوطة الشرقية. المحور الأول كما ذكرت لك من جهة بلدة جسرين في الجهة الجنوبية للغوطة، من الجهة الشرقية من جهة بلدة البحارية، ومن الجهة الشمالية الغربية من جهة مدينة دوما على طريق أوتوستراد حمص دمشق، وايضا من الجهه الغربيه من جهه حي جوبر الدمشقي. اذا النظام يشن حمله شرسه من كافه محاور الغوطه الشرقيه في محاوله اقتحامها من هذه المحاور. نعم، طيب هل هناك احصائيه للاهالي النازحين عن المنطقه جراء القصف؟ طبعا الان القطاع الاوسط هو الذي يحتضن جميع العائلات التي نزحت من القطاع الجنوبي بعد سقوطه، وايضا من جهه بلده البحاريه من الشرق. القطاع الاوسط يضم بلدات سقبه وحمورية وكفر بطنه، بالاضافه لمسرابه والبلدات الصغيره المتواجده في محيط هذه البلدات. جميع الان المدنيين الذين كانوا متواجدين في القطاع الجنوبي وايضا في القطاع الشرقي من جهه البحاريه متواجدين الان في القطاع الاوسط. نعم، شكرا لك مازن الشامي. ونبقى في الغوطة الشرقية، حيث قال المكتب الطبي الموحد في منطقة المرج أن مشفى المرج استقبل 265 حالة تسمم غذائي من قطاع الشيفونية في غوطة دمشق الشرقية. وأوضح المكتب في بيان أن الحالات ظهرت عليها أعراض الألم البطني والإقياء وأعراض أخرى، مضيفا أن عدد الحالات المعالجة في مشفى المرج بلغ 220 حالة، معظمها أطفال ونساء. قدم إلينا منذ الساعة 9 مساء يوم الاثنين إلى الساعة 3 من صباح يوم الثلاثاء عشرات حالات المصابة بتسمم غذائي بوجبات وزعت من إحدى المؤسسات الخيرية في الغوطة الشرقية المحاصرة في شهر رمضان المبارك.